هذا البرنامج واقعي موضوعي ومحايد، والأحداث الواردة فيه حقيقية ولا تمت للخيال بصلة، وأي تشابه بينه وبين الخيال فهو بمحض الصدفة. نسيت أن أقول لكم، هذا البرنامج يتابعه الكبار والصغار، من ربطة العنق إلى أصحاب السعادة. أنتم الآن في برنامج المايسترو. أهلا وسهلا بكم، شكرا على حضوركم جميعا، شكرا شكرا، هذه تحية إليكم. شكرا أيها السادة والسيدات، جمهورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعرفون، المايسترو في العالم يدير ظهره للجمهور لتقديم مقاطع موسيقية، أما نحن فنقابلكم لنعزف لكم على وتر الثقافة والسياسة والرياضة والاقتصاد والشخصيات والذكريات. البداية من هنا بربطة عنق حتى في غيابها، ولكن بعد الفاصل. في العدد الختامي لبرنامج المايسترو، أطمئن جميع المشاهدين الذين تواصلوا مع البرنامج أن هذا الهاتف القديم سيبقى يناضل ويبحث عن أرقام المسؤولين لإيصال رسائلكم. لا تخافوا، حتى الحيتان الكبيرة لن تستطيع قطع هذا الكابل ما دام ضابط الإيقاع سامي كتاب يعزف على وتر الحقيقة لإيصال انشغال سكان حمد الشمالية بالأغواط الذين فصلتهم سكة القطار، ويحمل دلاء المعاناة مع أطفال قرية أزقار ببلدية ذراع القايد ببجاية، ويسقي طير أبابيل في ولاية شلف. من تجمع سكني نشأ بمحاذاة مقبرة متواجدة ببلدية بن خليل ولاية البليدة إلى حي يعيش المرارة مرتين، فبعد مرور الأعوام أصبح هذا الحي مقبرة للأحلام والطموحات وعنوانا للتهميش منذ سنوات. سموه على حي المقبرة خاطش حنا منسيين، حنا رانا منسيين المعاناة هذه، رانا فايتين 35 سنة. وصل قطار التنمية بمدينة الأغواط، لكن منطقة حمد الشمالية شقتها السكة إلى منطقتين، ما صعب تنقل السكان بين الضفتين، مطالبين بجسر يمكنهم من تفادي خطر يتربص بهم كل يوم. هنا مشروع بون حاطينه هنايا على السكة الحديدية وانيلوه نحوه، درك معنا ما عرفناش سبع له. وسط عطلتهم الصيفية وفي أعز أيام الحر، ينحدر أطفال قرية أزغار بولاية بجاية نحو المعاناة، متجهين صوب هذا المنبع الذي بات الملاذ الوحيد بالنسبة لهم رغم شح مياهه المتدفقة. كذا باش نروحوا نحوسوا نجيو نعمروا الماء، نمشيو مسافة 1 كيلومتر باش نجيو هنا نقعدوا نص ساعة ولا ساعة باش نعمروا الماء. من دلاء الشقاء إلى دلاء التطوع والفعل الخيري، فضل بعض سكان ولاية شلف وسط موجة الحر هذه التوجه إلى الغابات لا إلى الشواطئ، رفقا بالأشجار وحتى الحيوانات. الناس اللي كاع خاصة على مستوى الوطن ولا ولاية شلف على بس بسبب الحرارة باه يديروا مشارب مائية للحيوانات البرية، لأن الإنسان راه في المنزل تاعو وموش طايق. المسافة بين مدينة ألف قبة وقبة وسواحل الطارف يلخصها الفنان عامر مدني بإبريق الكرم وأوتار الإبداع، حيث يطرب المر والوافدين على غابة طونغا بعبق التراث السوفي العريق. في المقدمة الختامية لربطة عنق، فشل رؤساء العالم المحسوبين على الأشرار في عزف موسيقى السلام، وبالتالي لم نعد بحاجة إلى مقطوعاتهم. اجتمعوا لإيجاد عزف منفرد لأزمات كثيرة، لكنهم فاقموا باجتماعاتهم تلك الأزمات. وما قضية النيجر ببعيدة؟ حاولوا القيام بوساطة بين الدول
لكن كفة ميزان العلاقات الدولية إذا الريح مالت مالت حيث تميل. وهنا لا نحتاج أيضا إلى مقطوعتهم الموسيقية، هكذا تعزف السوبرانو سارة حميدي هذه المقطوعة الدولية. المسافة التي سنقطعها إلى مدينة زمورة بولاية غليزان ستكون على متن سيارات وشاحنات صغيرة وحتى على ظهر دبابة، ولكن ليس لإعلان الحرب بل من أجل مشاهدة الحرفي مصطفى حطاب الذي يحول الألمنيوم ويطوع الحديد إلى مجسمات صغيرة يسعى إلى تطويرها أكثر. مصطفى بن حميد الشيخ زاره في بيته وعزف لنا على وتر الإبداع. إذا رأيتم هذا الشاب فخبئوا عنه الأواني المصنوعة من الألمنيوم، لأنه سيقطعها قطعا ويقصها قصا محولا إياها إلى جرارات وجرافات. هو مصطفى حطاب ابن مدينة زمورة في غليزان، مولع بفن المجسمات منذ الصبا. هذه الهواية تاعي أنا مصور، وصار من كنت صغير في عمري 8 سنين 9 كنت نصنع كما نقولوا احنا بكري كنا نقولوا كراريس الواطا صغار شاحنات جرارات. نشوف العتاد كيما خدمت على الفلاحه لي زونجا تاع الماتريال تاع الاشغال العموميه كيما الدبابات هكا نشوفهم فاني هكا في التلفزيون ولا في البورتابل. درت المجهود تاعي نيشان قلت انا نخدم نخدم هذو العتاد نشوف كيما راك تشوف هاني خادم هذا تروسوك تروسوك تاع الفلاح نشري قصاعه تاع الالومنيوم ونخدم بهم ونخدم بالكيل الحديد اللي خفيف يشبه الالومنيوم راني نخدم به خاطر ما عنديش الماتريال اللي يعوج الحديد ويكون الحديد خشين عليك ما تطيقش تخدم به. يتطلع هذا الحرفي الى تطوير حرفته اذا ما توفرت له كل الامكانيات، محاولا في كل مرة إزالة كل الأتربة والعوائق من طريقه بجرافته الصغيرة. لو كانت توفر لي الإمكانيات كما نقول احنا نيشان إن شاء الله نخرجوا كما نقول احنا تحف شابين تحف إن شاء الله برب العالمين كما نقول احنا يفرحوا بها الناس. رغم الإمكانيات البسيطة المحدودة والتي تستنزف في كل مرة جيبه تفكيره ووقته، استطاع مصطفى وبخيط رفيع أن يربط حلم الماضي بالمستقبل، مسافة يعيش من خلالها بين عالمين الطفولة والشباب معا. برانس حلقة اليوم هو لاعب إيطالي تميز برشاقة أدائه المختلف عن لاعب طاليان، حيث يعتبر واحدا من أفضل اللاعبين الحاملين للرقم 10، بدليل أن الجيل الذهبي يتذكر روبرتو باجيو عندما ضيع ضربة الترجيح يوم 17 أوت عام 1994 أكثر من فوز البرازيل بكأس العالم في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية. روبرتو باجيو اللاعب الذي قتلته ضربة جزاء في عزف إيطالي تراجيدي. كتب مفدي زكريا النشيد قسما بدم يده اليسرى على جدار سجن بربروس في أبريل عام 1955، ثم خرج في رحلة نضالية باحثا عن لحن يوائم الثوار في الجبال، فنزل القاهرة والتقى بالملحن المرهف بالأحاسيس محمد فوزي
الذي منح للمقاطع الشعرية روحا من ثورة مصر، بدليل أن مؤسس المخابرات الجزائرية سي عبد الحافظ بوصوف رحمه الله طالب بإعادته مرات عديدة في اليوم تحفيزا للمجاهدين. وعلى وتر الثورة يضبط سامي كتاب إيقاع النشيد الذي كتب بالدم في الجزائر ولحنته حنجرة ذهبية في مصر. في العدد 30 من برنامج المايسترو نريد القول إن الجدة في العائلة مايسترو، والجدة وأدوارها في العائلة مايسترو. الأم في تربية أبنائها هي مايسترو، والأب في رحلة بناء الأسرة مايسترو، وحتى بكاء الأطفال في البيت هي سمفونية الحياة. كل واحد فيكم هو مايسترو، بما في ذلك شرطي مفترق الطرق بتسال المرجى هو مايسترو بابتسامته وحركاته. سنظل نعزف ونعزف رفقة ضابط الإيقاع سامي كتاب، والسوبرانو سارة حميدي، والتينور زهير خشانة، والطاقم التقني كل باسمه. سنعزف لأن الأشرار لا يعزفون. إلى اللقاء. We'll be right back.